بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله حنشرح لكم كيف طريقة توصيل اللوحة الإلكترونية الصينية، أو اللوحة الإلكترونية الجوكر، اللي هي بتشتغل على أي مكيف. يعني حتى لو كان لوحتك الإلكترونية بتاعت المكيف الإسبيلت باظت وما لقيت طريقة للصيانة وكده، فأنت ممكن تستخدم اللوحة الإلكترونية دي، فهي بتشتغل على أي حاجة اسمها لوحة جوكر. يعني ده اسمها في السوق. فإن شاء الله نحن اليوم بنوريكم كيف طريقة توصيلها، ونحن هنشتغل على المكيف السبليت العادي اللي هو فوقه اندور مروحة داخلية و اوت دور كومبرسر. يعني هنوصلها على الكومبرسر والاندور، هي المكنة الخارجية والوحدة الداخلية. طيب نجي نفتح اللوحة. بسم الله، دي شكل اللوحة الإلكترونية زي ما شايفين أهو. طيب الريموت بتاعها، تفاصيله، ده الترانسفورمر اللي بيحول الكهرباء عشان يشتغل الريموت وكده يشتغل الإلكترونيات كده. ده السنسر بتاع الهواء، وده ده السنسر بتاع الكويل، بتخطف النحاس، تحس النحاس بارد أو حار. طيب اللوحة هي مشروحة في هنا، يعني في المنطقة دي. الاستعداد ده حاليا بشكل اللوحة كده، هي بعد كده كده، وده شكل اللوحة هنا كده. طيب نبدأ نشرح. أول حاجة ده كومبريسر موصل مع النيوترال، موصل مع النقطة ايش هي كومبريسر، موصل مع النقطة دي هنا. يبقى ده التاني، ده الميتور، الميتور اهو شايفينه، ده الميتور ده اللي فوقه هاي ولو وميديوم، ده الميتور هنا، الميتور ده فان ميتور، هو ده الوحدة الداخلية، موصل فوقه سرعاته هاي لو وميديوم، وموصل مع النيوترال. طيب ديل النيوترال بتاع اللوحة، النقطة دي نيوترال والنقطة دي نيوترال، وده اللاين بتاع اللوحة، هي دي الكهرباء الخارجية اللي بنوصلها نحن. تمام. هنا في اوت دور فان اللي هو ده ما بالضرورة أوصله، لأنه هو أساسا بيكون في الوحدة الخارجية، موصل مع الكمبريسر. يعني مجرد ما يشتغل الكمبريسر في الوحدة الخارجية بيشتغل معاه، لكن أنت ممكن توصله لحاله، ممكن تعمل توصيله لحاله إذا كنت داير تشغله لحاله. ده إيش نشوف جاي كده، ده الفالف ده ما يعني صمام هو، لكن ما بيشتغل معاك في المكيف السبيليت العادي، يعني ما لك علاقة به، ما خليك منه. إذا ده ممكن تستخدمه في حاجة تانية أهو. تاني هنا في شنو، ده السويمينج ميتور، اللي هو الميتور بتاع اتجاه الهواء، يحرك لك الهواء كده وكده وكده، اتجاه الهواء يعني، الميتور الصغير اللي بيحرك لك الريش بتاع اتجاه الهواء، توجه الهواء عليك في السرير، توجهه في منطقة تانية، توجهه كده. يعني باقي لنا شنو؟ دي الديسبلاي بتاعتها، اللي هي التحكم او الريسبشن، المستقبل بتاع الريموت، اللي هو بتضغط في الريموت هنا وفي مستقبل هنا بيستقبل التحكم، يعني تضبطه على الحاجة اللي انت دايرة. تاني باقي لنا شنو؟ تقريبا كده الحاجات الموجودة في اللوحة كلها قلناها، اللي هو سنسر هواء، سنسر كويل بتخطف النحاس، مستقبل، ترانسفورمر اللي هو بيحول الكهرباء من 220 ل 12 فولت عشان التحكم في الإلكترونيات وكده، لاين نيوترال، أو الدور فان اللي هو قلنا ما حنوصله، كومبريسر ده أهم حاجة طبعا، الفالف ما ضروري نوصله،
الميتور فان اللي هو اللي هو ده هو الاندور فان. طيب نحن نبدأ نوصل الحاجات دي، تمام؟ يلا واحدة واحدة عشان تكون الموضوع بسيط والشرح يكون سهل. طيب الوحدة اللوحة قاعدة على الهيئة دي، نحن نجلس اللوحة على الهيئة دي زي ما قاعدة، زي ما واضح معانا، شايفين؟ هاي دي، هاي واضحة معاكم؟ لو ميديوم، تمام. عندك الفالف والحاجات دي المهم موضحة كلها هنا. طيب احنا اول حاجة نبدأ بالموتور ده. انا عندي موتور ده اعتبرته الوحدة الداخلية. هو انا ما عندي موتور وحدة داخلية، لكن ده موتور الوحدة الداخلية اللي هو فوق السرعات، فوق الحاجات، موصل عنده الكبستر بتاعه، الحاجات وتفاصيله. طيب من اللوحة بتاعته هنا بنشوف اللاين ماشي وين، ده اللاين وده النيوترن، شايفين؟ النيوترن اللي هو بتوصل مباشر مع النقطة بتاعت الكبستر دي هنا، أنا وصلته هنا ده النيوترن. طيب يبقى ده ما واضحة، ده طرف النيوترن، تمام، اللي هو جاي من الكبستر ده كده عشان ما تضيع مني. ده النيوترن، ودي السرعات اللي هي بخش بيها اللاين، اللي هي سرعة واحد، سرعة اثنين، سرعة ثلاثة. خلي السليب تبر شوية كده. طيب نحنا أول حاجة نعمل شنو؟ نوصل السرعات. السرعات زي ما هو موضح هنا، ريد لو، ريد عند هنا، ريد لو، ده دي السرعة لو، تمام. نشوف هنا لو منطقة طويلة، دي لو، بسم الله. كده نحن وصلنا السرعة الأولى البطيئة، تمام. تاني عندك السرعة الميديم المتوسطة اللي هي زي ما وضح فيني في الموتور هنا، اللي هي بلو، هو سلك البلو، شايفين السلك البلو؟ نحط وين؟ هنا الاهي ميديم عندي ليه. ده البلو، وصلنا في الميديم. طيب معايا يا شباب عشان ما ندوش. طيب عندك تاني شنو؟ السرعة الهاي اللي هي سلك البلاك ده، اللي هو هنا زي ما موضح هنا بلاك هاي، شايفين؟ بلاك اتش اي، شايفين؟ تمام. فهي في المكيف بتلقى عندك السرعات موضحة، هاي لو ميديوم ما عليك بتلقاها، تمام. دي كده وصلنا 3 سرعات. يبقى باقي لي شنو؟ باقي لي النيوترن ده، ما لازم اجيب له طرف تالت، تمام. ده النيوترن، ها شايفينه؟ اللي هو موصل في الكبستر، وموصل موصل في الكبستر، طرف الكبستر، وشايل منه من هنا النيوترن. طيب انا عشان اوصل سلك نيوترن، انا هجيب سلك من هنا، سلك خارجي. ده النيوترن بتاع اللوحة، عشان اجمعهم كل النيوترنات اجمعهم في منطقة واحدة، شايفين؟ ده نيوترن وده نيوترن، شايفين؟ ان ان وده لاين، اوكي خلاص. طيب انا اشيل من هنا، اشيل من النقطة دي اللي هو ده نيوترن، اوكي. اوه انت نيوترن، تعال هنا، ده الطرف اللي فوق الكبستر حق النيوترن حق الموتور، تمام. جبناه من هنا، ندمج ديل سوا، تمام، ربطناه سوا، بسم الله ما شاء الله التصوير يكون واضح. ديل السلكين ديل توصل سوا، يبقى كده الموتور زي ما شايفين. الموتور ركبنا له الهاي واللو والميديوم والحاجات دي كلها ركبناها، والنيوترن كمان وصلناه اللي هو شلناه من النقطة دي وختيناهم. هذا كده الموتور خلص، تمام. نجي نوصل الكمبريسر. انا طبعا ما اقدر اوصل الكمبريسر هنا، لكن خلينا نشغل اللايت دي، اللمبه دي، نخليها تعمل عمل الكمبريسر يعني، بس عشان اوضح لكم. انا ما اقدر اوصل الكمبريسر حاليا، بس لكن عشان اوضح لكم، اذا نورت اللمبه معناته الكمبريسر شغال. ففي الوحده الداخليه او الوحده في الوحده الخارجيه اوريدي الكمبريسر حيشتغل
المروحة هتشتغل مع الكمبرسر، تمام؟ المروحة والكمبرسر برا في الاوت دور موجودات في حاجة واحدة. نعتبر اللمبة دي ده كمبرسر، نجي نوصلها. طيب هنا الكمبرسر موصل وين؟ الكمبرسر ده الكمبرسر اللاين النيوترن، وماشي من النيوترن اوب الكمبرسر هنده هنا، شايفين؟ هنا اللي هي كومبريسر عندنا، شايفين؟ يلا نعمل الكلام ده. ده عندي طرفين اللي هي اللمبة دي، شايفينها؟ ده طرفين، واحد هوصله في النقطة اللي كاتبين عليها كومبريسر هنديلا، شايفينها؟ والتاني هوصله في النقطة النيوترن. بسم الله، ده الطرف الأول. وين النقطة في الكمبرسر؟ أهي أهي، بسم الله، معايا يا شباب؟ ياب كده ركبنا دي. أوكي، ركبنا الكمبرسر، هو ده، هي نفس النقطة دي. باقي لنا نوصل النيوترن حق الكمبرسر، تمام؟ أيوة ده النيوترن. تذكروا النيوترن اللي شلناه من هنا ده قبالك، ووصلنا معاه النيوترن بتاع الموتور، ايوه هي نفس النقطة، تمام؟ كله نيوترن، نربط ديل مع بعض، تمام؟ نمسك الجوال بيدي التانية عشان اشرح لكم، الشرح يكون ممتاز شوية، تمام؟ ده بطريقة بسيطة يعني، بس انا حاولت ابسط الاشياء، حاولت ابسط الحاجات. ده نيوترا اهو، مجمعات كلنا النيوترونات هنا، ما شاء الله على خير وبركه، متجمعين كويسين، حياكم يا شباب، اقعدوا في محلاتكم. اوكي طيب، انا جيت اوصل فالف بوصله بنفس النقطه دي، بخط الفالف وهو في هنا، تمام؟ بشيله من النقطه هي دي. اوكي، وبشيله من النقطه دي طرف واحد هنا، وطرف بجيبه شنو مع الشباب المتجمعين ديل، شنو قاعدين كلنا كده نيوترانات مع بعضينا، كويسين الامور، طيب تمام. يلا دار اوصل تاني، ايش هو في ايش هنا في تاني شنو فال اللي هو في اوت دور فان. انا قلت ما حوصلها، ذكرت النقطة دي، حوصل اوريدي حتكون موصلة مع الكمبرسر. اذا جيت وعايز اوصلها بشيل لها من النقطة دي اللي هي النقطة دي، تمام؟ وطرف التاني بخطه مع شنو؟ الشباب النيوترونات اللي قاعدين مع بعض دي، كويسين حلوين، خليكم هنا. طيب باقي نغذي ال الكهرباء الرئيسية وننطلق على بركة الله. طيب بسم الله، ده كيبل، شايفينه؟ كيبل زي ده انا جبته، تمام؟ هنا ده طرف وده الطرفين الاثنين. يلا الكيبل، احنا محتاجين نخط الطرف الاول في اللاين والطرف الثاني في النيوترن. ده النيوترن اللي هو المتجمع منه النيوترونات، حبايبنا الجبالك الجالسين، اقعد معاهم هنا يا نيوترن، بح نيوترن وبعد، تمام؟ يبقى فاضل لي شنو؟ فاضل لي اللاين، ده لاين، ها؟ ده طرف الكهرباء، دي الكهرباء الرئيسية، اعملوا حسابكم. بسم الله، يا الكهرباء الرئيسية، جيت هنا، اوكي، يبقى ده شنو؟ ده بغذي منه كهربتي الرئيسية، اوكي؟ تاني باقي لي شنو يا ميسرة، باقي لي السنسر ده اللي هو كاتبين روم تمبريتشر سنسر، الحساس اللي بيحس درجة الحرارة بتاعت الغرفة، اهو ابنك تعال هنا، ما تتلخبط مع الحساس التاني. اوكي، ده الحساس روم تمبريتشر، موضح وشكله ولونه زي لونه بيشبهه، ويجلس في المنطقة دي. اوبا حبيبنا، اقعد هنا. اوكي باقي شنو؟ ده حساس اللي بيتخطى في الكويل بتاع النحاس، تمام؟ الحساس اللي بيتخطى في الكويل بتاع النحاس اهو ده بايب تمبريتشر، عايته سنسر، ده الحساس اللي بيتخطى في البايب، بيتخطى في النحاس ذاته، تمام؟
بسم الله. انت حبيبنا تعال هنا. اوكي بسم الله. انت من هنا وتتخطى في النحاس كده، بتتخطى ملاصق بين النحاس، بتلقى فتحته في النحاس قاعدة، نحاس الاندور بتلقاه ركبه هناك. يلا بالبركة. يبقى باقي لي شنو؟ باقي لي ايوه ده ابو القصة ذاته، ده اللي هو ده التحكم، وبحول لنا الكهرباء، وده ده حبيبنا الترانسفورمر. يا سلام يا سلام. يلا بسم الله. الترانسفورمر قال لك نقطة مخطوطة هنا اللي هي 220، والنقطة الثانية مخطوطة هنا اللي هو بحول لك 12 فولت، وبغزي منها الجماعة دي. تلما كهرباتهم صغيرة ما بيشتغلوا على 220، حساسات والكترونيات، ونحن ناس حساسين ما بنشتغل عليه كهرباء عليه. جيبوا لنا الكهرباء الضعيفة خفضوها لنا ونشتغل بها. بسم الله بسم الله. اهو هاكم هاكم دي كهرباتكم ال 12 فولت اللي انتوا دايرينها. استمتعوا استمتعوا يا حساسات ويا الكترونيات، استمتعوا عشان ما تقولوا ما يصير حارمنا من حاجة. باقي طرف تاني. بسم الله يا الله. اهو ده النقطة دي، تمام. موضوع بسيط جدا. طيب بسم الله يا الله. ده ريمودي خلاص، بس عشان زمن الفيديو انا ما اطول عليكم. ده الريمود بتاعي. اوكي انا هشغل. يلا يا جماعه انا ماشي اشغل، انتوا راقبوا الوضع ده ما تحصل حاجه. شايفين؟ بسم الله بسم الله. يبقى الباور بسم الله. شايفين الدنيا الجاية تضي؟ عملت كده انتوا. بسم الله. نحفتح من هنا. جاهزين؟ يلا. ما شاء الله ما شاء الله، الدنيا اشتغلت. اوكي خلاص يا شباب، انا ابدا اشغل على ما تحبش هنا، لانه الدنيا دي كلها اسلاك عريانة. شايفين؟ انا عملتها كده عشان للسرعة، بس للسرعة عشان اوضح لكم بس. يلا نحن نبدا نشغل. بسم الله. في حاجة ما وصلتها هنا؟ اوكي اشتغل ما شاء الله. شايفين الميتور ده شغال كيف؟ ما شاء الله ما شاء الله. شايفينه؟ هو لافي، يمكن انتوا تكونوا ما شايفينه، لكن اهو اهو شايفين. اوكي نحن شنو بعد ده؟ المفروض شنو؟ اوريدي الكمبريسر يشتغل براه لما نحس درجة الحرارة. طيب انا انقص درجة الحرارة 17، انقصها شوية، تمام كده درجة الحرارة 16. المفروض الحساس اللي هو ده حبيبنا اللي قاعد هنا ده يشغل لنا درجة الحرارة. اوكي دقيقة بس يا باي، تمام الحساس ده يحس لنا درجة الحرارة عشان اللمبة دي تولع، معناته الكمبرسر اشتغل. اوكي معانا انتوا؟ هنا نقدر نتحكم في سرعة المروحة زي ما شايفين اهو. لا كده انا ايوه تمام. بسم الله كده سرعة واطية مروحة. شايفين عندي العلامة الصغيرة دي، ان شاء الله تكون واضحة. كده سرعة متوسطة اللي هي الهاي واللو والميديوم اللي وصلناه من قبلك هنا، كده هاي أعلى حاجة. يلا نحنا كده شغالين، خلي على الميديوم أيوة كده. المروحة خلي المروحة صوتها واطي عشان صوت الكمبريسر. أوكي عشان صوت الفيديو معايته. كده مروحتنا شغالة على الهادي يا رايق، تمام. نحنا منتظرين ايش؟ الكمبريسر يقوم، تمام معايته. إذا الكمبريسر قام اللايت دي اللي هي اللي هنا دي هتنور، واللمبة دي هتنور. يلا نحن ننتظر الكمبريسر يقوم على كده. طبعا هي كمبريسر بياخد زمن وبعديها بيقوم، يعني مسافة يحس درجة الحرارة اللي هي الحساس بتاع الهواء اللي هنا ده، يحس درجة الحرارة ويقوم. بس أنا ما دار أطول عشان الكمبريسر بياخد زمن شوية وبيشتغل. صبر جميل والله المستعان. تحرك يا حبيبنا شوية والكمبريسر يقوم. الموضوع كله موضوع صبر، بس أنا إن شاء الله ما داير أطول عليكم في الجزئية دي.
ننتظر كمبريسرنا يقوم والدنيا تبقى طيبة. ده الشريح طبق. اوه ما شاء الله لقط الكمبريسر قام، ده اعتبرناه الكمبريسر. كده اموركم طيبة، تقدروا توصلوا اي لوحة الكترونية بطريقة بسيطة جدا، رغم انه شنو شايفين في صراحة كده في عشوائية هنا، يعني شايف الوضع عشوائي ما عاجبني للامانة، لكن بس مضمون القصة، يعني مضمون العبارة شنو، مضمون الفكرة تصل، انا همي الفكرة تصل، يعني العشوائيات اللي انا عملتها دي ما هماني، لكن يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اوكي ده تعبان، انا طفيت الموتور ده عشان الموتور ده اصلا يعني مستعمل وتعبان، بس انا جيت اوضح بيه الفيديو بس يعني. اوكي فكده الامور طيبة، قدرنا نوصلنا اللوحة الالكترونية والامور ان شاء الله ماشية تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وقدرتوا توصلوا اللوحة الالكترونية. اخوكم ميسر محمد علي، ان شاء الله اقدر، ان شاء الله قدرت، ان شاء الله اكون قدرت افيدكم. والسلام عليكم ورحمة الله.